مباراة الأهلي والإسماعيلي وصعوبة الماتش بقى، الإسماعيلي نفسه في ظل الأزمة الفنية ووضعه في جدول الدوري، يعني كان الإسماعيلي في المركز 16 10 نقاط، برغم من ذلك لما جه لعب الزمالك كانت مباراة صعبة جدا على نادي الزمالك في ظل الأزمة اللي هو فيها، هل ممكن نشوف نفس الوضع في مباراة الأهلي؟ اكيد، لان فرقه الاسماعيلي فرقه كبيره جدا. المدير الفني في مباراه الزمالك عمل مباراه كويسه وكان احرزوا هدف وكان الراجل وظفهم بشكل كبير جدا. لكن خليني اقول لك الاسماعيلي فرق، او مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما دي المباراه القمه الثانيه بعد الاهلي والزمالك، فروق من الفرق يعني من الماتشات اللي انت تحب تلعبها، لان عندهم لعيبه كوره، الفرق بتعرف اللعيبه بتهاجم النادي الاهلي بتضغط على النادي الاهلي. ما اعتقدش ان هم ممكن يكونوا فاتحين في المباراه، لان المباراه صعوبتها ان الاسماعيلي يمكن في مركز مش مالكش بيه او يليق بنادي الاسماعيلي وبجماهير نادي الاسماعيلي، وعنده لعيبه كتير جدا، عنده لعيبه كويسه جدا، قدر النهارده ان المدير الفني يرجع يوظف اللعيبه تاني، يوقفهم على حالهم تاني، اللعيبه بقى عندها ايجابيه على الجون، عندها مسؤوليه كبيره جدا تجاه ناديها، لكن هو بيصطدم بالنادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب النهارده على 3 بونت، محتاج انه يكسب على اساس ان هو يجيب نادي الزمالك او يتقدم يبقى في المقدمه، ودي مباراه مؤجله، فدي المباراه هتبقى صعوبتها ان الاسماعيلي عاوز يرجع تاني او يفوق ويفوق على حساب النادي الاهلي، لكن هو المشكله ان هو بيصطدم بالنادي الاهلي ودي مشكله كبيره. طب اصطدام بالنادي الاهلي في ظل وضعك الحالي، طريقه لعب الاسماعيلي ممكن تبقى، هل ممكن يشتغل بشغل هجومي من البدايه ولا وضعه ايه؟ يعني خلي بالك انت شفت طلع الجيش مثلا اتعامل مع النادي الاهلي بشكل ضاغط من البدايه، يعني تعب النادي الاهلي، هل ممكن اسماعيلي في ظل الامكانيات اللعيبه الموجوده والازمه دي يشتغل بنفس الشكل؟ خلي بالك هو محتاج المكسب، يعني خلينا نتكلم ان الاسماعيلي محتاج المكسب، محتاج ان هو يحسن موقفه في الدوري، لكن اعتقد انها تبقى مباراه مفتوحه، لكن عنده هيضغط على النادي الاهلي من بدري، لان احنا شفنا فرق كتير جدا دلوقتي بقت بتطمع ان هي تضغط على النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما عندوش متعود ان الفرق او تتجرأ عليه او تضغط عليه في الفتره اللي فاتت، لكن شفنا ان في ممكن يكون في اخطاء بسيطه ممكن يستغلوها في النادي الاهلي، لكن ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيقع فيها، لكن الاسماعيلي هيبقى يلعب مباراه مفتوحه من البدايه، يحاول يضغط على النادي الاهلي ويحاول يحرز، لكن الميزه النادي الاهلي بيستغل المساحات دي لانه عنده لعيبه عندها حلول، عندها سرعات، عنده قفشه، عنده بوالي، عنده محمد شريف، عنده طاهر محمد طاهر، بيعرفوا يستلموا من دار المدافعين بشكل كويس. الاسماعيلي عنده بطء في الناحيه قلب الدفاع، ممكن النادي الاهلي يستغلها بشكل جيد. عنده حسين الشحات، حسين الباك ليفت، حسين السيد لعيب كويس جدا، ممكن لما جابوه لعيب كويس جدا، عندهم فراوده كويسه جدا، لكن النادي الاهلي يقدر يكسب المباراه دي بسهوله. اشتغل ازاي مسلمان يا كابتن عشان لازم اضغط يا فاروق ياخد المباراه دي؟ لازم اضغط من البدايه، اضغط على فرقه الاسماعيلي، استغل الحاله اللي الاسماعيلي عليها، ممكن اضغط، يمكن عنده لعيبه يكون عندها حلول ان انت تضغط، عنده الديفندرات تشتغل او تزيد من تحت الفراوده، نقدر نشتغل على الجنبين بشكل كويس جدا، اضغط على الفرقه دي من البدايه بحيث ان انا اكسبها. يعني. ديانج ولا السوليه ولا حمدي فتحي يا كابتن؟ لا انا شايف ان ديانج والسوليه كويسين في الماتش اللي فات. لا كان كويس، انا استغربت حتى من خروجه، يعني حتى بص يا فاروق احنا قاعدين بنتكلم وخرج ديانج ونازل مروان مصر، خلي بالك المباراه دي الجزء الهجومي بس، انت المباراه بتاع فيدا كلوب كنت قادر تكسب، انت ليه ما كنتش يعني انت مش مستاهل ان انت تلعب اثنين ديفندر، كنت ممكن اسحب واحد من بدري وانزل واحد فيرود، خصوصا ان فرقه فيدا كلوب كان بتدافع في الحته دي، ممكن عملها ولما طلع يانج ونزل مروان محسن وخليت السوليه بس بيلعب في الحته دي، انت مش محتاج زحمه في نص الملعب، انت محتاج حد او يضغط على الفرقه فيدا كلوب، لما عملها قدر ان انت مروان محسن يحرز هدف، لكن انا شايف ان يانج يبقى موجود في المباراه ديت، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، الحاجه الثانيه ان السوليه بياخد راحته وبياخد بياخد مهام هجوميه بشكل كويس جدا، السوليه بيبقى موجود، انا شايف ان هو شامم ريحه ان هو قائد، يعني لعيب كويس جدا، بيقدر يوجه زمايله بشكل كبير جدا في المباراه دي، لكن السوليه ويانج منسجمين مع بعض بشكل كبير، يعني يلعبوا كابتن هم الاثنين مع بعض؟ طبعا يلعبوا مع بعض. طب مفيش اي تغيير ممكن تحدث في مباراه الاسماعيلي كابتن؟ لا انا شايف ان ممكن مروان محسن يبدا، مروان مكان ولي يعني؟ اه طبعا يعني مروان محسن ممكن يبدا بشكل كبير جدا، على فكره توقع مع موسيماني اي حاجه، ان انت ممكن تكون محتاج مروان محسن وممكن اجاي يجي لك من ناحيه طب الشمال. هسالك سؤال، انت كده بتغير كل ماتش فيرود شكل، هل فكره تثبيت الفيرود، احنا بنتكلم خط الدفاع ده بيبقى صعب جدا مع حراس المرمى، لكن تثبيت ان انا الخط الهجوم بالنسبه للنادي الاهلي، هل ده فايده للنادي الاهلي ولا فكره ان انا بعمل مش عايز اقول روتيشن، المنافسه من واحد ماتش وماتش،
لا ما انت المنافسه في مين؟ انت ما عندكش الا فيرود واحد وصلاح محسن مصاب، انت بتلعب اجاي فيرود، لكن مروان محسن هيبقى عمود فقري يا فاروق، ان انت بتشتغل على كل حاجه على اساس ان انت توصل عشان تبقى حد موجود في الصندوق، لكن بيعمل اجاي بشكل كويس جدا، لكن انت في المباراه دي لازم تثبت حد مع الاثنين الديفندرات بتاعت الاسماعيلي، لكن الراجل يشتغل عليها لان انت في اضاعه الفرص، فالراجل عاوز يعالجها، هيعالجها بمين؟ لازم يكون عنده فيرود في الحته دي ويحطه زي مروان محسن، ممكن يلعب باجاي، ممكن يلعب بواليا، ممكن يلعب بمحمد شريف، فده كله احتمالات وارده، لكن انت محتاج في المباراه دي ان انت تبقى عندك فروت صريح في ال 18. طيب قول لي كده بقى كابتن بعد الكلام ده تشكيله النادي الاهلي متوقعه من وجهه نظر. لا انا شايف بدايه من الشناوي. لا ما انت عندك الشناوي وعندك محمد هاني، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ممكن لو مش موجود محمود وحيد باك ليفت صراحه ممكن يلعب بيك. محمود وحيد مصاب، هو ايمن اشرف اللي عنده اجهاد وممكن يبقى موجود. لا بيبقى موجود، ممكن الاجهاد ده ممكن يخف لان ممكن اجهاد يبقى ايمن اشرف. نعم. ايمن اشرف عندك السوليه ويانج، عندك محمود وحيد ثلاث اسابيع يا كابتن عشان بس نبقى. طيب انا بقول لك ممكن يلعب يعني، ممكن ايمن اشرف يبدا لان ما عندكش حد، فعندك السوليه ويانج وعندك يلعب اجاي قفشه حسين الشحات ولعب مروان محسن. حطينا ياسر ابراهيم احنا؟ ان ياسر ابراهيم موجود وبدر بنون وايمن اشرف ومحمد هاني والشناوي، بعد كده ديانج، السوليه، قفشه، اجاي، وعندك حسين الشحات ويلعب مروان محسن. مروان محسن طبعا مش محمد شريف. لا ممكن مروان محسن، ممكن محمد شريف، وممكن اجاي. صلاح محسن رجع بقى خلاص من الاصابه؟ بس مش هيبدا بيه، انت لا يعني انت راجل مصاب بقى له فتره مصاب فممكن ما يلعبش، لكن هيلعب يبدا ممكن محمد شريف يبدا وممكن اجاي، لكن انا شايف ان انت عندك حلول كتير جدا في المباراه دي ان انت تقدر تلعب بيها او تقدر تحطها في طب انا عايز اسال بس سؤال، موسيماني بيعتمد على ايه في الجزء الهجومي من وجهه نظر الكابتن في الجزء الخططي؟ لا هو بيعتمد على الناس اللي جايين من تحت فاروق، يعني زي اجايزا ابواليا زي تحركاتهم في تحركاتهم يعني. لان انت بتلعب بفرد وهمي فانت بتتحرك او بيجي من السوليه بي على فكره قفشه بيزيد بشكل كويس بيخش 18 لما كوره. قفشه لما زاد في الماتش اللي فات لا بص يعني قفشه لا حتى كرة بالماء هو فكر تفخيرين يا فاروق، يعني انت مش مستاهل ان انت تنزل لها. لا انت ممكن لو كنت حطيتها وانت واقف برجلك، لكن هو تفكير الملعب لان انت بتاخد جزء من ثانيه تفكيرك، لكن هو مش فرود ان انت ممكن تحطها، لكن هو نزل الكوره يمكن حتى عملها بشكل يمكن غريب جدا، لكن هو قفش لعيب كويس جدا، لكن انا من وجهه نظري ان هو فكر تفكيرين فيها. هو قفشه يعني للاسف هو ما بيعرفش يلعب بدماغه كويس، خلي بالك ما دي النقطه، هو مش تفكيرين هو عارف في وقت كده من وقت اللاعب ما بيبقاش مركز، بس هو والله عمل كام يعني عمل الجول بتاع مروان هايل، خلي بالكوا يعني بس عشان نبقى واحنا بنتكلم قفشه تم اختياره كافضل لاعب في الجوله الثالثه بالنسبه من قبل الاتحاد الافريقي، فبالتالي تفوق على ايوب الكعبي لاعب الوداد، يعني برضه ايوب عمل ماتش رائع في الماتش بتاعه في مع الوداد، وبالتالي تفوق على مجموعه من اللاعبين المتواجدين في الجوله دي، كان عمل ماتش رائع بالنسبه لا قفشه لعيب كويس جدا ومهم فاروق، يعني لعيب ما فيش يعني ما عندكش ان انت فرصه ان انت تستغنى عنه، لكن هو لعيب كويس جدا ويمكن متالق الفتره اللي فاتت. طيب ده التشكيله كابتن اللي انت توقعته، ده التشكيل اللي حضرتك انت قلت عليه، ايمن اشرف ناحيه الشمال، ياسر ابراهيم، بدر بنون، محمد هاني، عمرو السوليه، ديانج، اجاي، وقفشه، وحسين الشحات مع يعني ان لو هنعكس لا ما حسين الشحات ناحيه اليمين وجاي ناحيه الشمال، حسين ناحيه اليمين وجاي ناحيه الشمال، ومروان محسن خلي بالك كمان اجاي بيعرف يكمل يعني. هل مروان محسن بس عشان جاب جول يا كابتن انت لا هو انت عايز الراجل عايز تديله ثقه برضه، يعني هو جاب جول في وقت ان انت محتاج محمد شريف جاب جول. لا بص ما هو محمد شريف ما يعني انت احنا عمالين بنادي محمد شريف هو اللي يلعب من لا الأول. ما انا بكلمك لا كده دلوقتي انت جاي تحط مروان لا يا حبيبي انت ممكن محمد شريف يلعب مكان حسين الشحات يعني ما ليه لا يعني في لعيبه يعني يمكن لا انا بقول لك انا ممكن ثبت لي بقى تشكيل هقول لك حاجه بص ثبت لي تشكيله كابتن لو تشكيل من ثلاث اربع ماتشات قدام او خمس لا ما انت لازم تثبت تشكيل الجزء الامامي يعني انا بتكلم في الجزء مين الفيرود الاساسي اللي يبقى موجود حتى لو ما جابش جول لا بص على الاقل مثلا في الماتشات اللي جايه لو عايز تلعب بتشكيله هتلعب بحسين الشحات ومحمد شريف وقفشه واجاي وتثبتهم على كده يعني وتثبت هتكسب يعني انت عندك كمان يانج والسوليه بيعملوها بشكل كويس جدا السوليه بيزيد كمان مع قفشه وبيزيد مع الفراوله لكن انا لو وجهه نظري لو عشان تلعب بالثلاثه اللي قدام تلعب مع محمد قفشه محمد شريف وقفشه انت حاطط مروان النهارده عشان تديله ما انا بقول لك مروان انت بتديله الثقه لان انت محتاجه في ماتش فيتا كلاب اللي جاي اللي هو اللي هناك
لان هو فيرود كويس وعندك محتاج ان انت تبقى محتاج فيرود في الحته دي. طيب انت يعني خلينا بس نقول لك موقف الاهلي في الجدول لعب 10